كنا دكتور عاملين كان في حلقة كده من فترة كنا بنتكلم على مرض الضغط، و يعني الدكتور اللي كان معانا فكان بيتكلم على حتة ايه، ان الملح يعني نعوضه بالملح اللي هو الصحي اللي بيتباع في الصيدليات وكده. هل بالنسبة لمريض الكلى الملح الصحي ممكن يفيده ولا يضره برضه؟ مريض الكلى لو بنتكلم عن الفشل الكلوي يعتبر سم وان وورد. تمام. ملح الأجزخانة لمريض الفشل الكلوي يعتبر سم، لا يمكن استعماله اطلاقا اطلاقا الا في حالات نادرة جدا لمرضى الكلى. الدكتور بيقول له انت عندك نقص بوتاسيوم فلازم تاخده. ملح اللي موجود في الأجزخانة يختلف عن ملح الطعام. ملح الطعام صوديوم كلورايد، ملح اللي في الأجزخانة بوتاسيوم. البوتاسيوم هو العدو الاول لمريض الفشل الكلوي. فعشان كده بقول لهم ما ينفعش ان انا اخد الملح اللي في صيدليات الا في امراض نادره جدا مع الفشل الكلوي. الدكتور بيقول له انت محتاج بوتاسيوم، وده تنسوها، معلومه تنسوها خالص. لا، نقول الكلمه العامه، لا يمكن ان الانسان اللي عنده فشل كلوي ياخد الملح بتاع الأجزخانة. والملح العادي احنا بنقول له قلله. الملح اللي موجود في المخلل والترشي ده خطورته ايه؟ تخيل حضرتك ان الملح في السوبر ماركت قد كده ب 5 جنيه، بتاع العبوه قد كده ب 5 جنيه، تزيد تقل. السياحات بقى الملح ب 50 كيلو ب 5 جنيه. يعني يشتري الشوال 50 كيلو ب 5 جنيه. تخيل انت بقى كام واحد من اللي بيعملوا المخلل بيجيب ملح السياحات غير الصالح للاستخدام الادمي، وكم في المية بيجيب الملح عشان يعمل لك المخلل بتاعك وانت بتاخد حبه صغيرين مع الساندوتش؟ اكيد في ناس كويسه. أكيد. أكيد، لكن أنا بنصح الناس ما يزودش منه. أنت ما تعرفش نوع المخلل ده إيه، سواء كان ملح فهو خطر، سياحات فهو خطر جدا. وهو في كل الحاجات اللي بتتباع. يمكن يا دكتور إحنا كنا بنتكلم قبل الحلقة برضو عن الوجبات السريعة من المحلات والمطاعم والكلام ده كله، إن هي برضو فيها يعني بتبقى يعني فيها نسبة ضرر بالنسبة لمريض الكلى من كل النواحي. مريض الكلى إحنا دايما بنوصيه بإن هو ينزل في الوزن بتاعه. لو تخيلنا إن الفاست فود أو الكومبو من أي نوع من أنواع يحتوي على من 2500 الى 3000 كيلو كالوري. احتياج الانسان النشيط جدا حوالي 3000 كيلو كالوري. النشيط جدا، انما الانسان اللي بيتحرك بالعربيه وبيطلع بالاسانسير ده 1000 كالوري كفايه قوي عليه. بالزبط. يبقى الكومبو تلت الكومبو في اليوم كله. في ال 24 ساعه سندوتش الكومبو يعتبر على يمين. يعني كتير جدا. فانت كده خدت دهون زياده. الدهون دي هتتراكم في جسمك، هتتراكم في جسم اللي عنده الضغط واللي عنده الكلى، اللي عنده السكر، اللي عنده القلب، الى كوليسترول، تحول يعني الكوليسترول كده تحول اللي بيتناولها يعني بياخد حاجات لجسمه هو جسمه اصلا مش محتاجها، يعني مش محتاج الكميه دي كلها. حتى الشباب انا بحوصي حتى الشباب كل الحاجات اللي تفيدك. الشاب اللي عايز يعمل مجهود حاليا هياكل جلوكوز، اللي عايز يعمل مجهود لاحقا هياكل بروتين، انما الدهون انت مش عايزها خالص خالص. تمام. مفيش حد يلزم الدهون. الدهون هي حلاوتها في طعمها. تمام. البطيخ علاقته ايه بالكلى؟ البطيخ بالنسبه للمرضى اللي عندها بيتكلم على الحصوات كميه مطلوب، كالياف مطلوبه حلوه جدا، كحاجات جميله وكمضادات الاكسده جميل، وطبعا يختار البطيخ البطيخه الحلوه الجميله. لكن حتى البطيخه اللي مش حلوه جدا برضو مطلوب، الالياف بتاعتها مطلوبه، الملح اللي فيها، السكريات اللي فيها مطلوبه برضو، ما فيهاش مشكله. البقدونس ده السحر. البقدونس ده بيسموه السحر بتاع الكلى. البقدونس مهم جدا، مهم زي ما هو اوراق، مهم العيدان بتاعته، مهم يتاكل زي ما هو، مهم يتاكل في السلطه، يتاكل عصير. في ناس بيتعصر، وشوف في ناس بيجيبوا الحزمه كامله ويقسمها حتتين، ياخد الورق كله يعمله في الخلاط ويعصره وبعدين يصفيه ويعمله مثلا زي نص لتر كده ويخليه في الثلاجه ويشرب كل يوم كوبايه صغيره. ده بيعتبر سحر ويحليه يتحلي. انا بس عايز يعني عايز اكد قوي للساده المشاهدين بعد اذنك يا دكتور ان موضوع البقدونس ده يا جماعه مش لمريض الكلى، ده كل المريض وللصحي هيومن بين يعني كله طبعا. اي انسان عايز يغسل كليته او يحافظ على ان يعني يحافظ على كليته يتناول البقدونس. سوى كلمه حضرتك صح، يغسل كليته. فعلا عصير البقدونس غسيل كليه. تمام. لما يدي عصير البقدونس ويكلي، انا نفسي حتى يتعمل، انا ما اعرفش ليه ما اتعملش لغايه دلوقتي على مستوى التجاري. او يتعمل بكوات او يتعمل عصاير، حتى يعني من الحاجات المهمه جدا بعد الاكلات الدسمه، بعد العزومات يعني القويه. بلاش يا دكتور، خليه فري كده. خليه فري. لا ده انا قصدي بعد العزومات القويه، يعني انت مثلا تخش محل حاتي ولا محل كباب وبعد وجبه دسمه جدا واحد يقول لك اشرب شاي. جريمه.
عمل جريمة في حق نفسه. تمام. بعد ما أكل اللحوم ودفع فيها كتير كده، الحديد اللي موجود في اللحوم أنت ضيعته بتحبس كوباية شاي، لا أنا عايزه يحبس بعصير برتقال. تمام. فريش، يحبس بعصير مانجا. طبعا يا ريت يلاقي بقدونس، يا ريت نلاقي حد من طول حياتي ده عامل بقدونس، طبعا ده يبقى البقدونس مطلوب، بس طبعا يتغسل، مهم قوي. تمام يا دكتور. طيب رمضان داخل علينا طبعا، كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة والسادة المشاهدين طيبين، وربنا يعود علينا وعليهم الأيام بخير يعني. يا رب إن شاء الله. مريض الكلى في رمضان، يمكن حضرتك زي ما بتتكلم من شوية عن مريض السكر والحاجات دي وإزاي يتعامل في رمضان من خلال الأدوية والكلام ده، مريض الكلى يعني عايزين برضو ندي نبذة كده سريعة، يعمل إيه في رمضان عشان يقدر والله شوف أنا مش هقدر أتكلم على اللي يصوم واللي يفطر في رمضان، لكن أقدر أقول يعمل إيه في رمضان. عايزه يبتعد عن الفترة الحارة قوي بتاعت رمضان، من 12 ل 4 سواء كان صايم أو عنده حاجة تمنعه من الصيام، من 12 ل 4 بقدر الإمكان في الحر الشديد قوي ده ياخد بريك، يقدر وبرضه يبعد عن في حتى قبل كده وبعد كده، يقعد في جو هادي هاوي في مروحة في تكييف، بحيث يخلي فترة تعرضه للشمس المباشرة. ليه؟ أنا خايف على المية، خايف على الجفاف. مريض الكلى سواء كان حصوات أو غسيل كلى او ما قبل غسيل الكلى او ما بعد زراعه الكلى، الجفاف هو عدو، يعني يحافظ بقدر الامكان على شويه الماء اللي في جسمه، يعني ان هو ما يهلكهمش مثلا او يبذلهم في عرق او حاجه او الكلام ده. وهنا عايز اوضح حاجه مهمه قوي، اتفضل. الانسان السليم، ميكانيزم المحافظه على الجفاف للانسان السليم والانسان اللي عنده مرض الكلى مختلف تماما. محدش يقول لي ان اللي عنده السكر او المريض اللي عنده الكلى بينضر بالجفاف، بينضر بالجفاف. السليم بيتضرر بالجفاف؟ لا. هقول لك ليه. هو انت عندك لما عايز تشيل حديد، انا ما اقدرش اشيل حديد زي ما بتوع الحديد بيشيله. تمام. هو بيشيله ازاي؟ تدريجي بالزبط. هل البطل العالم لما بيشيل الحديد بيضره؟ لا طبعا، لكن انا لو شلت الحديد ممكن يجي لي مش عارف ايه في العمود الفقري، لان مش مؤسس. اللي عنده الكلى ما يقدرش على الجفاف، اللي عنده سليم يقدر على الجفاف. ويعتبر تمرين، وتمرين جيد للكلى. الصيام بالنسبه للسليم مطلوب، صيام بالنسبه للمريض اللي عنده حاجه غلط. وده حكم الدين، انت مش مطلوب. نعم. لك انت تبقى عندك مرض وتعافر وتصوم، مش مطلوب اطلاقا. نعم. اللي عنده، اللي ما يقدرش يصوم ودكتور يفطره لازم يفطر، ما يعنيتش. انا برضو بوصي مرضى السكر لما الدكتور يقول له ما ينفعش تصوم ما يصومش، مريض الكلى لما الدكتور يقول له ما تصومش ما يصومش. وبعدين هو مش فاطر ان هو وحش، لا هو انسان كويس ومطيع. تمام. هو كان بيصوم لما كان الصيام طاعه وبيفطر لما كان الفطار طاعه. بالظبط. وهي دي يمكن يعني ربنا سبحانه وتعالى، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى فرائضه. هو لو تعبان حضرتك انت هتضره، هيضره قدام. انا بقول له انت النهارده بتفطر عشان تحافظ على نفسك لقدام، وده شيء مفيد جدا ليك. زي ما بقول للانسان السليم انت لما بتصوم بتحافظ على كليتك اكتر. عارف حضرتك اول يوم رمضان احنا بنجيب بول الساعه كام؟ اللي مش متعود على الصيام طبعا، اللي متعود على الصيام بيصوم اثنين وخميس او كده بيجيب بول على طول. تمام. لا اعمل كده كويز مع في العيله وشوف اول يوم رمضان بتخش بعد الفطار، بعد الفطار مباشره. طبعا كلنا بنتلهف على شرب الميه بكميات رهيبه، ويمكن نشرب 2 3 4 لتر في خلال ساعتين. ده حقيقي. بندخل الحمام الساعه 12 بالليل. تمام. محدش بيقدر يخش الحمام قبل كده. ليه؟ الكلى بتاخد حقها الاول. الكلى بتقول لك انا النهارده اول يوم رمضان، الكلى بتقول لنفسها انا اضحك عليا، بس اللي حصل ده مش هيحصل بكره. شوف بكره بيحصل ايه. من تاني يوم رمضان على طول بتخش الحمام بعد العشاء على طول، ثالث يوم بتخش بعد المغرب على طول، المسافه بتقرب. يبقى الكلى عملت ميكانيزم جواها، خدت بالها من نفسها، عشان محدش يقول لي انا بفطر عشان عندي حصوه. لا، الميكانيزم السليم جواه. اللي عنده حصوه عايز اقوله كليتك 10 على 10، كليتك مش مريضه. اللي عنده مرض الكلى، بنتكلم هو مرض الكلى المرحله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، الحصوات براها، التهابات الكلى براها، حرقان البول والبغل، البول في مغص، كل ده بره. الكلام ده بره امراض الكلى المزمنه. تمام. ده ما فيهوش حاجه، ده الكلى بتعمل الميكانيزم بتاعها. ده بنوصيه زي ما حضرتك بتقول لي يعمل ايه، يبعد عن الحراره المباشره، يقعد في جو هاوي، يحافظ على الميه اللي جواه. لكن الكلى بتحافظ لوحدها. هو الشباب ما بيلعبوش كوره قبل الصيام وهم صايمين؟ بيلعبوا. وانت تقدر تمنع الاولاد الصغيرين هم يلعبوا كوره قبل رمضان؟ وياما لما كنا صغيرين ياما لعبنا. بالزبط. وكان المزاج نلعب يعني قبل الجرس في الصبحيه، يمكن كان احيانا كان المغرب بيأذن والناس والله حضرتك الصبح يعني. كمان قبل الحصص بتبدا بنلعب ساعتين قبل الحصه، وبنلعب بنروح بدري ونلعب وبنكمل رمضان عادي. يعني في حاجه اسمها ميكانيزم، نورمال ميكانيزم في الكلى، عشان بس الكلام اللي انا بسمعه اليومين دول، في نورمال ميكانيزم في الكلى. انا دكتور كلى بقول ايه،
بقول النورمال ميكانيزم في الكلى انت بتحافظ عليه، احنا بنفرح بيه لما بتخش على الماكسيمم وتفك، والماكسيمم وتفك انت بتصلح وبتعالج وبتحافظ على الكلى بالصيام. طيب بس برد من ما اقول لي بالنسبه برضو لموضوع القطايف والحلويات والكلام ده كله لمريض الكلى. حلو جدا، مريض الكلى اللي ما عندوش سكر مفيش مشكله في الحلويات بالنسبه له، بنخاف بس عشان ما يزودش وزنه، فانا هقول له ياكل الحلويات مفيش حاجه. ياكلها امتى؟ هقول له خلي الحلويات لمريض الكلى ولكل الناس اللي في الدنيا، هقول لهم اللي يقدر ياكل حلويات ياكلها بعد الغداء، يعني في رمضان بعد الفطار. بعد الفطار ليه بعد؟ ما يجيش واحد يقول انا بعمل ريجيم ودخلت لقيت حلويات شاميه جميله جدا ما قدرتش، فقلت ايه انا بدل ما اتغدى النهارده انا هاكل حبه البسبوسه دول. هقول له غلط، اتغدى وكل اكل واملى بطنك وبعدين خش على البسبوسه هتاكل حته صغيره. تمام يا دكتور، وده الافضل. في 30 ثانيه نصيحه بسيطه لان الوقت سرقنا فعلا، نصيحه بسيطه لمريض الكلى. مريض الكلى هقول له يزود شرب الميه، يقلل الملح، يعتدل في اللحوم. يعتدل في اللحوم، عايز اقول له السجاير لازم تبطل، الملح لازم يقل، الميه والسوائل كلها هتزيد، وبعدوا عن المياه الغازيه، وبعدوا عن البطاطس المعلبه في اكياس اللي بتدفعوها دول، ابعدوا عنهم، زودوا الميه، اعتدلوا في الملح، وقالوا اعتدلوا في اللحوم، وكلهم طيبين، رمضان كريم. والبقدونس وكلوا بقدونس واعصروه بقدونس وخدوه مشروب. نشكر الدكتور صالح فؤاد نصار استشاري امراض البطنه والكلى، ويعني نصيحه بسيطه كده في الاخر يا جماعه، يا ريت نهتم بالكلى، ده جهاز مهم قوي في جسم الانسان، زيه زي ما بنهتم بلبسنا، زي ما بنهتم بمظهرنا الخارجي، لازم نهتم بالمظهر الداخلي اكتر. ويعني مش عارفين نقول ايه اكتر من الكلام اللي الدكتور قاله، ولكن بنسال الله سبحانه وتعالى يعني الشفاء لكل مريض. ويعني نسيبكم ونلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله. كان معكم طه سليم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.